من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر، حكمة حفظها عن ظهر قلب المتسابق الروسي فاليري سيفشوف. حمل عصاه وجهز نفسه ومشى معلقا بين السماء والأرض ليقطع مسافة كيلومتر كامل فوق نهر هان في كوريا الجنوبية. رياضة تحتاج إلى دعوات الجمهور وعزيمة المتسابق وصبره، لأن الوصول إلى خط النهاية هو إنجاز كبير. المسابقة هنا صعبة، ولهذا أنا سعيد لأنني وصلت إلى خط النهاية. 29 متسابقا يتنافسون للظفر بلقب بطل العالم للسير على الحبال. المنافسة ليست محصورة على الرجال فقط، وإنما للسيدات أيضا. فالمتسابقة الصينية مينتلي فعلت ما لم يستطع الرجال فعله، إذ مشت على الحبل واضعة على رأسها وعاء، وعند الوصول إلى خط النهاية لوحت بيدها إلى الجمهور وتوجهت بعد ذلك إلى المنصة لتستلم الميدالية الذهبية، لأنها الوحيدة التي اجتازت المسافة بهذه الطريقة الموروثة عن الأجداد. هذه الرياضة تقليدية في الصين، حيث الرجال يحملون عصا التوازن ويمشون، بينما السيدات يضعن صحونا أو أوعية، ولهذا سبب مشيت بهذه الطريقة. كل شيء عند الإنسان يبدأ بفكرة أو حلم يريد تحقيقه، فهل تتخيل أن تكون على ارتفاع عشرات الأمتار حاملا عصا وتريد تخطي هذه المسافة؟ في الماضي قيل إن هناك فارقا بسيطا بين أن تكون عبقريا أو أن تكون مجنونا. أحمد السباعي، روسيا اليوم.